جينا نصور شقة ثلاث غرف وصالة مساحتها 190 متر مربع الدور 13. أول ما نخش مدخل الشقة زي العادة الأبواب التركية عادة الجودة والأمان. المدخل ما شاء الله كبير وشائع، الأرضيات سيراميك. نجي هنا على اليسار على الصالة، مساحة الصالة كبيرة وشائعة ما شاء الله. الشقة كلها تدفئتها تدفئة أرضية، يعني تحت الباركين التدفئة. عندنا هنا الواجهة طالتها على الطبيعة، كيف شايفين؟ طالة جدا رائعة. وهذا الطريق المؤدي على المستشفى العام، والموقع جدا قريب على جواهر مول وعلى فندق النوفوتيل، ومنطقة يمرة منطقة حيوية جدا. نجي هنا على يمين الصالة مخرج للبلكونة. البلكونة ما شاء الله مساحتها كبيرة وشرفة. وهذه الإطلالة من البلكونة. في المجمع متوفر ملاعب رياضية وملاعب الأطفال ومساحات خضراء وجلسات عائلية، زيادة إلى ذلك مسبح مغلق وصالة فيتنس، وأيضا نظام بوابة إلكترونية وكاميرات مراقبة. نكمل تصوير باقي الشقة. نطلع من الصالة نجي هنا على المطبخ. هذا المطبخ زي ما انتم شايفين له مخرج ايضا للبلكونة، والدواليب ما تركبت. نجي هنا على اليمين برضو، اول ما اطلع من المطبخ دورة مياه اولى. مقابلة دورة المياه الاولى غرفة اولى زي ما انتم شايفين، ولها بلكونة جانبية مطلة على المشروع. مساحة البلكونة مساحة جميلة حلوة. هذه المنطقة نقدر نحط فيها غسالة الملابس. بجوار الغرفة الأولى هذه الغرفة الثانية زي ما شايفين. نطلع من الغرفة الثانية نجي هنا على الحمام الرئيسي والدكان. هذا الدش زي ما شايفين، والكلوزت والمغسلة، وجوارها غرفة النوم الرئيسية الماستر. مساحة جدا كبيرة وشرحة وحلوة، الأرضيات باركين. لها دورة مياه خاصة غرفة الماستر مع مرواشة خاص والكلوزت، وفي بلكونة خاصة بغرفة النوم الرئيسية. هذا البلكونة كبيرة وشرحة ما شاء الله. وهذه الإطلالة زي ما انتم شايفين، وإطلالة على البحر أيضا، إطلالة جميلة على البحر. هذه المساحة اللي شايفينها هذه كلها تابعة للمجمع، الملاعب وألعاب الأطفال والمساحات الخضراء والجلسات العائلية. في المنطقة هذه المسبح المغلق مع صالة الفتنس. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.